روحة اليانسون بتاع عمك عيد يا نحلة. أنا يا رايق. يا عم عيد. نعم. ما العاد زي الفل أهو، أمال أنت جاي لي في إيه؟ تمام يعني؟ أه تمام طبعًا. بس أنا معلش يعني بعاتب عليك. خير؟ أنت راجل راح تكتب العقد بره وتجيب بصصني عليه. ولا أنا ليا في عقود الإيجار والتمليك ماليش فيه. والنعمة أبدًا يا رايق. أنت عارف إن أنا زبايني كلهم بجيبهم لك. بس العقد ده بقى بالذات خلصان من المحامي المشتري. أه. راجل اسمه ممدوح ده ها؟ أنا سامع أنت شغال معاه زي الحلاوة، الله يبارك له يا سيدي. تعال أنت نحن اقعد خلص مع عمك عيد، تعال. لا يا رايق لا مش يا عم روح شوف شغلك. ماشي يا رايق ماشي. غريب قوي نحن. مش ممكن. معلش. ما أنت عارف بقى إن أنا سمسار المنطقة دي من أكتر من 25 سنة. يا عم ربنا يديك الصحة ويسهلك يا رب، بس أنا عايزك تضمن حقك منه، وتضمن حقك كمان من الباقي عشان ما يجيش فيهم يعملها معاك. لا حق منه هو مضمون، ما فيهوش أي مشكلة. إنما الدور والباقي بقى من البايع، انت اللي تخلصني منه. يا عم رقبتي بس قول لي هو مين؟ انت يا ري. انا ايه؟ ما انا جاي لك في كده اصلا. ممدوح بيه عاوز يشتري القهوه والارض منك. فهمني بس، هيديك كل اللي انت عايزه. وانا مفهمه ان انت عم المنطقه دي كلها، وكل اللي انت عايزه هيديك. يا عم عيد، يا عم عيد، بيع ايه وبيت ايه واللي انا عايزه ايه؟ انت شايفني مش لاقي اكل يا عم عيد ولا ايه؟ العفو رايق الله، يعني هو كل اللي باعه قبل منك لمؤاخذة مش لاقيين ياكلوا، ما هو ناس محترمين برضه زيك. على فكرة عم أمين باع، وعم ياقوت باع، وعم سليم اسكندر باكل. يا عم الحاج أنا ماليش دعوة بحد. استغفر الله العظيم يا رب. بقول لك يا عم عيد، روح قول للجحش اللي بيحش في الحتة ده يجي لحد عنده يقف، الرايق ما بيبيعش. يلا صباح الفل يا عم عيد، اتكل على الله. خلاص يا عم، كأني ما قلتلكش حاجة. السلام عليكم. وعليكم السلام. اليانسون يا عم عيد. اشربوا انت. قريب يا ده حاجة تجنن يا أخي. يا عم أنت بتعمل، أنا كل ما أشوفك عليك بتنضف في الصورة، أنا قربت أطلع منها يا عم الحاج، روح شوف شغلك. ماشي يا رايق. يا أهلا يا أهلا يا أهلا وسهلا، خطوة عزيزة. ربنا يعز مقدارك. فاكر أيام زمان يا أبو علي؟ ودي أيام تتنسي. ده أنت ياما كنت بتقفل صلاة، وأنت يا مديحة مش كنت أنت وزوز أصحاب وبتشتغلوا في صالة حلم تدرس؟ قال فين البت دي دلوقتي؟ هي موجودة؟ ايوه الحمد لله يا اخويا موجوده. البت دي كانت لعبيه ولغشه قوي. هتفرح قوي لما تعرف ان احنا شفناها. والنبي لما تقابليها بيسلمي لي عليها. عينيا. بس المهم دلوقتي يعني احنا كنا جايين لك قصدينك في خدمه. امور تحت امركم. احنا عايزين نسالك على واحد كان صاحبك زمان. مين؟ شكري البيومي. شكري البيومي؟ يوه ما تجيبوليش سيرته خالص. الله ليه ماله؟ وقت يهمك. يبان ان هو من عيله كبيره ووارث، انما يبيع ابوه عشان الجنيه. شكري ده نيته مش خالصه خالص. طب ما تعرفش طريقه فين يا حسن؟ اعرف طريقه ليه، ربنا يبعدني عنه. بس قولوا لي انتوا ايه اللي فكركم بيه دلوقتي؟ في حاجه؟ لا ابدا، دي مديحه كانت سايبه معاه شويه ورق مهم كده زمان، وبعدين يعني عايزاهم دلوقتي بقى علشان تثبت بيهم حته ارض كده، وهو اختفى فجاه مش عارفين له طريق جره. دي شلدات تستأمنيه طول عمرك طيبة كده وعلى نياتك يا ساتر. طب ما تعرفش حد يدلنا عليه؟ أيوه في واحدة اسمها تيسير هانم، كان في بينه وبينها تجارة. الست دي يعني استغفر الله العظيم يعني الله أعلم كان مرافقها، بس الست دي أنا أعرف عنوانها. أيوه كان بيبعتنا بعت لها حاجات، أنا عارف بيتها، بس ما أعرفش إذا كانت موجودة لغاية دلوقتي ولا مشيت ولا سابت البيت، أصل أنا قطعت علاقتي من ساعتها خالص. طب ما تدينا العنوان يا حسن، يمكن تكون موجودة وتدلنا عليه. طب ما تتغدوا، هديكوا كل حاجة. لا لا لا، متشكرين قوي، عايزين نلحق النور بس. ما ينفعش، ده أنتوا ليكوا وحشة كبيرة، أنا لازم أقول للولاد يجهزوا لكم حاجة كده على السريع. يا إبراهيم. إيه ده يا يوسف؟ أنت كنت عندنا صح؟ ايوه يا نديم. والله العظيم انا كنت متاكده انك هتيجي، كنت متاكده انك هتكلم. انت كلمت مع انا مش... فعلا كنت قاعد مع مامتك شويه يا نديم. انا بحبك قوي يا يوسف. اهدي يا نديم، احنا في الشارع ما يصحش كده. على فكره طز في اي حد، ما يهمنيش اي حد، انت كل حاجه بالنسبه لي. طيب اطلعي بقى عشان عندي شغل. يلا. طب انت ليه ما قلتليش انك جاي؟ انت كنت عايز تعملها لي مفاجاه؟ نديم اطلعي بقى عندي شغل بقول لك. مش مصدقه. طب مش هعطلك، بس عشان خاطر كلمني في التليفون. طيب حاضر. طب اقعد معاك شويه. لا لا والنبي شويه. عندي شغل بقول لك. يلا يا نديم بقى على البيت. كلمني. حاضر. خلي بالك من نفسك يا يوسف. حاضر. خلي بالك. حاضر. لا اله الا الله محمد رسول الله. يلا باي باي. طلع عيني.
انت ايه رايك في الحصان ده؟ تفهم في الخيل؟ والله يا باشا يعني انا بفهم على قدي. بص كده على الحصان ده وقولي رايك فيه. الحصان حلو يا باشا وبيتنطط. بيتنطط. ده اخر يوم ليه في التنطيط. ليه كده بس يا باشا؟ خذلني. اشتريته واهتميت بيه كان ملك السباقات. بس في اخر سباق خسرني وخسر ناس كتير تبعي عشان كده قررت اموته. انت ايه رايك؟ والله يا باشا انا رايي يعني انك تديله فرصه. خصوصا يعني زي ما سعادتك بتقول انه كسبك سباقات قبل كده. يعني. شايف كده؟ والله يا باشا الموضوع يرجع لك ده رايي مش اكتر. حصان زي ده يا باشا اكيد تمنه يعني بالشيء الفلاني. انا اللي خسرني ملوش تمن. قول لي انت تعرف الشيمي منين؟ الشيمي؟ الشيمي ده يا باشا في واحد صاحبي شغال عنده في البازار. صاحبك؟ يوسف. عشان كده رحت تدافع عنه. ها مش دفاع يا باشا، هي مجامله مش اكتر. مجامله؟ بقى انا ابعت ناس عشان يخلصوا لي شغل وانت تروح تضربهم عشان تخسرني؟ ما تبع سعادتك والله العظيم ما اعرف. هو انا مجنون يعني اعمل حاجه زي كده؟ او اللي حصل اديب يا باشا انا اسف، انا ما اعرفش، انا ما كنتش خدت خطوه واحده لو اعرف حاجه زي كده. انا كنت فاكرهم شويه عيال بلطجيه رايحين يعملوا نمر على الراجل. هو انا مجنون يعني ابوظ شغل سعادتك؟ مجنون؟ مصدقك. بس على فكره عايزك تبعد عن الشيمي ده خالص خالص. انا مش هسمع لحد بعد كده يخسرني. يا باشا انسى موضوع الشيمي ده خالص، احنا ما جبناش سيرته، انساها يا باشا. سامي شو هديبه؟ الحصان ده خسرني وانا خلاص اللي خسرني ملوش لازمه. موته. ها دي حكايتك بقى يا سعيد، مش هتبطل حركاتك دي؟ حركات ايه؟ يعني انا بعتك الولد تقعد تلعب في دماغه؟ اسمعني بقى يا سعيد، انا بقولها لك لاخر مره وبحذرك، الولد مش هيبعد عن امه. سلام. ايه يا بابي؟ ده سعيد مش كده؟ ايوه. عايز ايه؟ كلام اللي بيقوله الرامي وحذرت انه استمر بقى بنفس الطريقه، يرد عليا يقول لي ايه؟ انا همنعه يشوفكوا خالص. بابي انا قلت لك ما تكلموش، ما كانش ليها لازمه ابدا المكالمه دي. هو اصلا مش هيشوف الولد تاني من غيري. موضوع بقى انه يروح معاه ينساه. انا مش عايزك تتعاملي مع الجرع ده باي شكل من الاشكال، ده غشيم في تصرفاته. يا باشا يتغشم على مين؟ يجرب بس هو ويشوف ايه اللي هيجرى له. انا مش عايز الموضوع يتطور اكتر من كده وعايزك تهدى من ناحيته. سيبوني انا اتصرف معاه. طب يا بابي. انا كنت رايح اخلص موضوع الارض مع الراجل وجاي اخد شويه حاجات. هتيجي معايا يا يوسف؟ طبعا. طب يا بابي. طمنوني. مع السلامه. على اذنك يا باشا. باي. سيد نزل مصر يا ابو يحيى. نزل مصر؟ ازاي نزل مصر؟ انا سالت عليه في المطار ما لقيتوش سافر. اللي رجعه باولو وكان عامل حسابه لحاجه زي كده. الكلب حياه امه ما هسيبه. اهم حاجه انا عايزك تنزل مصر بسرعه وتدور عليه لحد ما تلاقيه. واهم حاجه اللابتوب ده عليه كل الخرائط بتاعتنا والعمليات بتاعتنا في اوروبا. طب والفلوس؟ مش مهم الفلوس، اهم حاجه اللابتوب. انت تنزل مصر بسرعه وتدور عليه لحد ما تلاقيه. حاضر.